كفاية 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 بالصوت والصورة كفاية. الكابتن طارق يحيى كابتن نادي الزمالك ورئيس قطاع الكرة أو مدير قطاع الكرة في نادي الزمالك، إطلالة إعلامية جميلة فوجئت بيه بالصوت. أنتوا سمعتم بالصوت والصورة خارج يدافع عن موقف ساسي، يقول لك يعمل اللي عمله، ما هو مش ابن النادي، ما هو عبد الله السعيد عمل زي ما هو عمل. هو حضرتك يا كابتن طارق ما كنتش في مصر الفترة الأخيرة؟ يعني حضرتك كنت في بعثة بتدرب بره؟ حد يقول يا جماعة الكابتن طارق يحيى إن عبد الله السعيد رجع ومدد مع النادي الأهلي وتقدم باعتذار رسمي وبعدها بأربع ساعات بيان من النادي الأهلي بعرض عبد الله السعيد للبيع، اعتذر ووسط قال لك شكرا، اتقفلت الصفحة بتاعت عبد الله السعيد واتباع وتم إعارته لفنلندا واتباع لأهلي جدة السعودي. على الناحية التانية ما هو رمضان عمل كده، خد بالك غضب جماهير النادي الأهلي من رمضان صبحي ما كانش انه من هيدرسفيلد اختار بيراميدز، لا كان لمفاوضاته وتصريحاته انا باقي في النادي الاهلي. بتعمل 8 جلسات مع لجنة التخطيط ومدير التعاقدات ومدير الكرة ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، منهم جلسة على هامش التمرين، وبعدها بيوم بيوم بتقول مانيش قاعد، انا مانيش قاعد كده. ده اللي زعل جماهير ده اللي زعل النادي الاهلي وجماهيره. اوعى يا كابتن طارق اوعى تخلط الامور ببعضها، كفايه كفايه تصنعوا الهه عجوه. عارف انت الناس اللي كانت بتجيب العجوه وتعمل منها اله، احنا بناخد لاعب كل كلامه مع نادي الزمالك على ايد محامي، احنا بناخد لاعب المفروض كان رجع مصر من اسبوع عشان يبدا يلعب مع نادي الزمالك مباراه اسوان ومباراه المقصه ومباراه المقصه الثانيه، لا انا مش جاي وقافل موبايلي. طب ارجع، لا انا مش جاي. بتقارن مين وبتدي اعذار لمين يا كابتن طارق؟ واحد يقول لك ايه، لا يا حبيبي هو ما رجعش مصر علشان مصاب، طب ما يرجع وفيه طبيب في نادي الزمالك يشوفه يبعت التقارير بتاعت اصابته. فرجاني ساسي سليم، خدها من شريف جمعه، فرجاني ساسي سليم بنسبه 100%. لما يفضل يخاطب نادي الزمالك عن طريق المحامي عقد خلص، علاقتي بالزمالك خلصت، جهزوا لي مستحقاتي، فيطلع الكابتن طارق يحيى يقول لك انا مشفق على ساسي، انا بدعم ساسي. دعم نادي، دعم بيتك يا كابتن طارق، انت مالك بعبد الله السعيد؟ انت ولما اجي ادي يعني معلومه للجمهور اديهم المعلومه سليمه. في النادي الاهلي عبد الله السعيد ده ما عملش، خد بالك ده عبد الله اعتذر ووقع للنادي الاهلي ومدد وراح اتحاد الكره ماشي على رجله، ماشي على رجله علشان يأيد التمديد. ورغم كده الاهلي عرضه للبيع. بقارن مين بمين وانه موقف؟ هقارن بعبد الله السعيد اللي عادوا اساسا مدد وكان قاعد معاك؟ طب ما قارن بموقف النادي الاهلي، بقارن برمضان صبحي. طب على الاقل ساسي عقده معاك وقاعد معاك، يعني كنت يقدر دلوقتي يجدد ويقعد ويكمل معاك لتسعة كمان وتبيعه لو انت عايز تبيعه وتستفيد منه. انما رمضان صبحي كان جاي من هيدرسفيلد، من هيدرسفيلد، ما طلعش من النادي الاهلي وبرضه مع السلامه. نسيت تقول احمد فتحي علشان ارد واكمل لحضرتك ان النادي الاهلي طلع بيان رسمي، تقدر تدخل على الموقع الرسمي، والله ليس دفاعا عن النادي الاهلي ولكن اظهار للحقائق بس اللي غايبه عنك يا كابتن طارق. احمد فتحي النادي الاهلي طلع له بيان رسمي بتوجيه الشكر مع التمنيات القلبيه للاعب بالتوفيق في الفتره القادمه. تحدث بعد كده مع الكابتن محمود الخطيب، عرض ان النادي الاهلي يعمل جلسة مع مسؤولين بيراميدز علشان التخارج بشكل بين أحمد فتحي وبيراميدز ويستمر مع النادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب قال هو احنا اللي كنا بعناه لبيراميدز؟
احنا اللي كنا اعرناه البيراميد، احنا اللي كنا استغنينا عنه وقلنا له مش يروح بيراميد. ده النادي الاهلي كان عرض عليه 12 مليون جنيه، راح بيراميدز ب 15 مليون جنيه. احمد فتحي كانت حملاته الاعلانيه بتتخطى ال 8 مليون جنيه في النادي الاهلي. يعني انت برضه كسبان مع النادي الاهلي غير مكافئات البطولات. النادي الاهلي في بيان رسمي توجيه الشكر للاعب الفريق احمد فتحي بعد ما قال انا والله عندي عرض في بيراميدز وشايف، مع السلامه، مع السلامه مستقبلك. فاوعى يا كابتن طارق تستغل ذاكرة السمك اللي عند البعض أو الأطفال اللي عندهم 11 و 12 سنة اللي يقولوا أوه طارق يحيى ده فحم، شفت المذيع ده خلاه قاعد قال له بتتكلموا على ساسي، طب كنتوا فين ساعة عبد الله السعيد؟ الله عليك لا يا كابتن طارق، السعيد يتعرض للبيع بعدها بأربع ساعات، بأربع ساعات. رمضان صبحي كان في يدرس فيلد وراح النادي الأهلي، قال لك إيه في بيان توضيحي غلق باب التفاوض مع اللاعب رمضان صبحي حيث أكد اللاعب لمدير التعاقدات نيته في الانتقال إلى نادي بيراميدز، مش ده بيان النادي الأهلي، لذا يتمنى النادي الأهلي التوفيق للاعب مع غلق الملف. إيه يا كابتن طارق؟ يعني مش أنا اللي هذكرك بكل الحاجات دي وأقول لك حاجة وما تزعلش؟ في الملف ده والمنطقه دي النادي الاهلي سابق ب 100 سنه ضوئيه. في الملف ده النادي الاهلي سابق، لان خد بالك ده الاهلي ما وقفش على صالح سليم وحسن حمدي طبعا مع حفظ الالقاب للقامات الكبيره ومحمود طاهر والخطيب لما بطل، مصطفى عبده لما بطل، طاهر ابو زيد لما بطل، حسام ابراهيم لما مشيوا، ابراهيم سعيد لما مشي وكان افضل لاعب في مصر. الاهلي ما بيقفش على لاعب، ما هو مش الحضري وطلع بكى قدامنا كلنا على الشاشه صح، وافضل حارس في افريقيا. قفل النادي الاهلي بعد الحضري، خد بطوله افريقيا في بطوله افريقيا في بطوله افريقيا في ثلاثه سوبر في كونفدراليه في دوري، من ساعتها خسر دوري واحد بس. انا اللي الاهلي في الحته دي سابق. يعني المريض ما بيحطش في باله، وده غير غريب جدا، عينة الدم اللي هياخدها باش مش شغله باله قوي، وهي دي شكة ابره عند الشكة بتاعت الركبه، يعني مبيبقاش مفكر في دي، بيفكر في حكايه حقن المستقبل شويه. انا عملت حقن اول مره واقسم بالله ما حسيت باي حاجه غير بشكة سن الابره، يعني زي الانسولين بتاع السكر. التمريض بعد ما عمل ركبته كويس يرش سبراي زي روكين سبراي، هو خلال دقيقه دقيقتين بيبدا يعمل تخدير شويه. لازم بناخد التاريخ المرضي للعيان، سنك قد ايه، المشاكل المرضيه اللي موجوده عندك اللي بتاثر على الشغل اللي احنا بنعمله، المشاكل المرضيه ديت هل هي تحت السيطره ولا هو من نوعيه المرضى اللي المشاكل الصحيه اللي عنده ديت هو مش مسيطر عليها قوي. لازم الحقن ما يوجعش وفي نفس الوقت يبقى سموز سهل. هل في تاريخ مرضي قبل كده جراحي؟ هل هو في بعض المرضى بيجي لنا بعد ما عمل عمليه؟ لا، في علاج خشونه الركبه احنا حاطين البروتوكول الكبير اللي بيشمل كل الناس.